مثل ما تعرفون مشاهدينا ان الاشياء اللي يحبها كثير من الرجال هو اقتناء الاحذيه، حتى ان في الاونه الاخيره صارت خزانه الاحذيه او غرفه احذيه الرجال ما تقل اهميه ابدا عن خزائن النساء، خصوصا انه الاحذيه الرجاليه قاعده تتنوع اكثر ونشوف ستايلات جديده كل سنه. لكن ايش اهم الاحذيه اللي لازم تكون اساسيه بخزانه كل رجل انيق؟ راح نتعرف مع منسقه الازياء مايا سركيس. يسعد صباحك. يسعد صباحك هدى. يعني احنا كنا نشوف كثير من النساء هم اللي يهتمون بالاحذيه، عندهم كثير يعني شوزات، لكن الحين الرجال كمان صار يهمهم هذا الشيء، يعني كل ستايل له حذاء معين. أكيد. فخلينا نتكلم عن الاحذيه اللي لازم، يعني مو لازم كل رجل يقتنيها ولكن تخلي كل رجل انيق. مثل ما قلتي هدى، في كثير اشياء يمكن تدرج من موسم لموسم، بس العالم كمان بهمهم يعرفوا شو الاشياء الاساسيه اللي لازم تكون بخزانتهم. يعني اذا ما بدنا نحن بس نطلع على الترند، لازم نعرف شو الاشياء الاساسيه اللي لازم نلبسها ويكون عندنا اياها بخزانتنا. رح قبل ما ابدا بانواع الشوز الاساسيه بدي اقول لك بس شغله كرمال الالوان. كثير شباب مثلا بيسالوا اذا لابس سوت كحلي لازم يكون عندي شوز كحله، لانه بتعرفي الكحله منه لون كثير منعوزه. انا بقول لهم لا، ما ضروري، لهين لكم حياتكم. كل شيء كحله اسود رمادي غامق او حتى زيتي غامق فينا نلبس معه شوز اسود. اما بالنسبه للالوان الترابيه، اذا لابسين بيج بني او هول الالوان، فينا دائما نشتري شوز يا بني او ترابي، يعني نيوترال كلر، ما يكون اسود لانه بصير كثير في كونتراست قوي اللي هو ما بيطلع حلو. هلا اذا بنبدا بانواع الشوز، حبلش باول شوز اللي هو اسمه اوكسفورد شوز. ليه اسمه اوكسفورد شوز؟ لانه ب 1825 كانوا باوكسفورد يونيفرسيتي يلبسوا هيك انواع من الشوز، كانوا شوي اعلى يعني مش هالقد واطين، بعدين صارت هاي موضه وسمي على اساسه اوكسفورد شوز. هذا النوع من الشوز هدا هو كلاسيكي وتايمليس بيس، يعني لازم دائما تكون موجوده وما بتبطل موضتها، فدائما لازم نستعملها. هلا كيف فينا ننسقها؟ اهم شيء نعرف انه مع السوت هي البيرفكت شوز، فاذا لابسين سوت يعني لازم تكون فورمال. الأكسفورد شوز هو كتير مناسب لهالشي، بس كل شوز في له طريقة نعمله شوي كاجوال. أكيد عم يقطع هلأ صور، عم نشوف ستايلات. فينا نلبسه بطريقة كاجوال مثلا مع تشينوس اللي هو بنطلون من القطن، فينا نلبسه مع جينز، بس حسب كيف مننسقه. يعني فينا مثلا بدل ما نلبس جينز مع تي شيرت او شيء كثير كاجوال، بنحط بليزر فبنعطيه طابع سيمي فورمال وبيضل يتناسق مع هالشوز، مع هذه الشوزات. بنتقل لشوز ثاني اللي هو اسمه مونك ستراب. مونك ستراب هن النساك وقتها كانوا يروحوا يقعدوا بجبل لحالهم مع الطبيعه، كانوا يلبسوا كان بدهم شوز يحميلهم اجرهم ويكون هين لبسه وشلحه، فمش هيك اخترعوا شوز له ستراب، مشان هيك اسمه مونك يعني ناسك، مونك ستراب. مونك ستراب كمان عم شوف الصور، في يكون يا له ستراب وحده يعني مثل بكله وحده او بكلتين. هلا شو الفرق؟ انه البكله الوحده هي اذا حدا ما بده كثير يكون اوفر او يكون سمبل، فهيدي فينا نلبسها اكيد كمان فورمال. وبدي اقول شغله كثير مهمه هدى، انه الاوكسفورد شوز والمونك ستراب يعني فينا نستغنى عن واحد منهم. يعني اذا انا عندي اوكسفورد ما ضروري يكون عندي مونك ستراب، لانه هن كستايلات شبيهين لبعض وبينلبسوا وبيتنسقوا مع نفس ستايل الاوتفيتس. حلو. طيب بالنسبه لباقي الاحذيه، يعني في احذيه نلبسها لما نكون مثلا كاجوال زي ما يقولون، صح، لبس مش رسمي كثير، صح. هلا الشوز اللي من الشوزات اللي فينا نلبسها بطريقه كاجوال هي اللوفرز. اللوفرز كمان عم شوف اكيد صور، هو الشوز اللي بيكون ما له ربطات، ما له شرايط، وبيكون هيك ناعم شوي. هيدا بيجي بكثير قماشات، فيكون من سويد وهيدا كثير ماتيريال حلوه مثل مخمل شوي، فيكون حتى من جلد، فيكون له تاسل، فيكون له حتى هيك هيدا الزخرفه. سو هيك نوع من الشوز
انا كمان بحبهم حتى بلا كلسات يعني سوري بلا سوكس شرابات بالهيديك على اللبناني فحلو نلبسها كمان بس اذا بدنا نلبس هاللوفرز مع بلا سوكس احسن يكون البانت كروبت يعني كيف انا بنطلون اليوم كروبت قصير وبتلبس معه لوفرز هلا انا لبسته هو نوع من اللوفرز بس اكيد هيدا فور وومن يعني بيجي شوي بلكي بعد قصة اللوفرز بدنا نحكي عن التشيلسي بوتس تشيلسي بوتس هن بلشوا بلندن بمنطقة تشيلسي بلشوا يلبسوهم فمن هنيك انطلقت هاي الترند الحلو فيهم انه هدا اذا مثلا بحسب القماشات يعني اذا بدنا نشتري واحد شوي فورمال فينا نختار الشوز اللي جلده بيكون من جلد مش من سويد وبيكون له شوية لمعة هيدا بيرفكت لطقس برد مع سوت وفينا كمان نلبسه كاجوال إذا رحنا على القماشات الثانية اللي هي مثل المخمل يعني شيء هيك فينا ساعتها نلبقه مع تشينوز أو حتى مع جينز طيب كيف نرتب خزانة الأحذية بشكل عملي يسهل إنه الرجل يعرف يوصل لكل الأحذية في أي وقت يبغى مثلاً يلبس كاجوال أو يلبس فورمال كيف ينسق الخزانة؟ هلا حجاوبك على هذا السؤال بس خليني أكمل بس بالهذا لأنه أصلاً ليك هدا وهن منا نكتار يعني هلا حعدلك بعد فيه يمكن اثنين أو ثلاثة هن أساسيات so اللي حأحكي عنه بعدها هو السنيكرز سنيكرز في يكون أنا بقول أساس يكون عندنا المينيمال سنيكرز اللي هو لونه أبيض أو حتى لونه أسود ما بيكون ضخم مثلا أنت شوزك ضخم يعتبر هيداك بيكون كتير مينيمال يعني فلات الكعب تبعه وبيكون كمان لون واحد فهيدا فينا نلبسه مثلا إذا بدنا نروح على الشغل نلبس سوت بس ما كتير مطلوب منا نحط تاي أو شيرت فينا نحط مثلا تي شيرت وبيلبق ساعتها معه هيك نوع من الشوز حتى أوقات أنت هدا بتلبسي هيك سوت مع تي شيرت هي تكون مريحة وعملية أكثر وفي عنا التايب أوف سنيكرز اللي هو شوي أكثر جريء يعني مثلا بيكون ألوان مخلوطة ألوان كذا لون بيكون شوي أعلى مش لو توب يعني هيدا كمان فينا ننسقه بكتير طرق حلوة وكاجوال وآخر نوع شوز حأحكي عنه هو البراغز البراغز هو كمان بيكون له ربطات هدا بس الفرق إنه بيكون له هيك مخرم فهيدا الطابع بيعطيه هيك كتير بريبي أدج it's really nice وهيدا أكثر شيء بينلبس مع كاجوال يعني ما كتير بشجع إنه نلبسه مع شيء فورمال لأنه هو معمول ليكون هيك ديفرنت وإذا الشخص عن جد كتير جريء بيلبس هيك نوع من الشوز آخر شيء بدي أحكي عنه هذا كتير كتير مهم هو السوكس السوكس كيف نلبقهم كتير رجال بيسألوني ما بعرف أي لون حط هو في مدرستين يا منلبق السوكس على الشوز أو منلبق السوكس على البنطلون أنا بالنسبة لي بوث ورك حسب الشخص قد هو مرتاح بس يكون دائما تون قريب يعني ما نبعد كثير بالالوان بين هالثلاثه ايتمز واذا بدنا كثير نكون اوت اوف ذا كومفورت زون فينا نروح على سوكس ملونين لهم طبعات او حتى سوكس احمر هيك بيعطوا تاتش كثير حلو على الجريء كثير بده يكون جريء يعطيكي الف عافيه مايا يعني انا كنت احسب بس نوعين طلعت انواع كثيره للرجال فيعطيكي الف عافيه ونستعرض اهم انواع الاحذيه اللي لازم تتواجد بخزانه الرجل الانيق